الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهد الكريم في اللقاء السابق تحدثنا عن الركن الثاني لتحقيق الحياة الأسرية الهادئة والمستقرة وهو مبدأ التكامل وبينا بعض الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته واليوم نبين ما يجب على المرأة تجاه زوجها حتى تتكامل أركان الزواج في الأخذ والعطاء والأمر يتلخص في شيء بسيط بسيط في لفظه إلا أنه صعب في تطبيقه ألا وهو حسن الخلق والعشرة الطيبة وهنا أتوجه بسؤال إلى الأخت المسلمة وأقول ما قيمة جمال المرأة وما قيمة شهاداتها العلمية وما قيمة نسبها وجاهها إذا كانت سيئة الخلق والله يا جماعة الإسلام إن حسن الخلق من المرأة بلسم يداوي الجراح دواء يطبب الأسر ويجعلها تعيش في سلام وأمان وهناء ومن العشرة الطيبة أن تكون المرأة مطيعة لزوجها ما لم يأمرها بمعصية الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة أدخلي من أي أبواب الجنة شئت كذلك من العشرة الطيبة أن تكون المرأة المأوى الذي يسكن إليه زوجها وأن تكون النفس الذي يأنس به والوجه الذي يستبشر به والظهر الذي يستند عليه في مواجهة متاعب الدنيا فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومال نعم كذلك إخوة الإسلام إذا نظرنا إلى خير مثال لحال المرأة الصالحة في معاملة زوجها لن نجد أفضل من موقف أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من غار حراء وقد نزل عليه الوحي فقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ويقول يا خديجة زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي فماذا فعلت السيدة خديجة؟ هل عاتبت؟ هل أنبته ولامت؟ لا بل هدأت من روعه وبشرته بكلمات طيبات قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كذلك من العشرة الطيبة للزوجة تجاه زوجها أن تكون راضية قانعة ولا تحمل زوجها من أعباء الحياة ما لا يطيق ووالله ما أحوجنا إلى هذا الخلق لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه ملهيات الدنيا فالمرأة الصالحة المتدينة هي التي تقنع ولا تطمع هي التي تقف بجوار زوجها ولا تحمله ما لا يطيق وقد كان هذا حال نساء سلفنا الصالح فقد كانت المرأة منهم إذا خرج زوجها في الصباح تقول له يا أخي إنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على كسب الحرام أو ولا نصبر على أكل الحرام فاتق الله عز وجل فينا وأختم حديثي بوصية رائعة قالتها السيدة أمامة بنت الحارث لابنتها أم إياس ليلة زفافها وهي وصية تكتب بماء الذهب لو طبقناها في حياتنا لاستقامت أمورنا ولسلمت أسرنا قالت لها أي بنية اعلمي أنك ستفارقين العش الذي فيه درجتي إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه فكوني له أمة يكن لك عبدا واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة وأما الثالثة والرابعة
فالتفقد لمواطن عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تنغيص النوم مغضبة وإن تواتر الجوع ملهبة. وأما السابعة والثامنة فحسن الرعاية لماله وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفرحي إن كان مغتما ولا تحزني إن كان فرحا. نسأل الله العلي القدير أن يجعل بيوتنا عامرة بالسكينة والمحبة والأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.